عبد المحسن. عبد المحسن عبد الرحمن استاذ. يلا عبد الرحمن، اعطيني كلمة فيها مد بالألف يا عبد الرحمن. قلت لي صفراء صح؟ كمان واحدة كمان. How are you teacher? قل لي واحدة ثانية يا عبد الرحمن. How are you teacher? ناعمة. أحسنت يا عبد الرحمن. ثواني كده بس لما ندخل عيسى وعبد العزيز. عليكم السلام عيسى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صفراء وناعمة. ماذا أيضا يا عبد الرحمن؟ كلمة كمان. أعطني كلمة كمان يا عبد الرحمن. لا نعم أستاذ. أعطني كمان كلمة فيها مد بالألف. أحسنت يا عبد الرحمن، جزاك الله خير. الآن إلى البداية مرة أخرى. ركان أعطيني مد بالواو. أعطيني كلمة بها مد بالواو يا ركان. جذوري. كمان كلمة. تنمو. واحدة كمان مد بالواو. يلا يا ركان مد بالواو. الحقولة. واحصدونا في واحصدونا. خلاص بارك الله فيك. الحقولة. ما حد يتكلم الا اللي عليه اللي انا سالته بس يا منصور. عبد الاله. نعم استاذ. كلمات بها مد بالياء. مد بالياء. طب شوف الدرس. العجين. واحد. يسقيني. كمان. سنابلي. أحسنت. الآن نريد كلمة تحوي حرف العطف واو. منصور. نعم. كلمة فيها حرف عطف واو تبدأ بالواو. يعني كيف؟ يعني أنا أقول تحدث عبد الإله وتحدث منصور بعده وتحدث عبد الله بعده. تدري سعد يجاوب؟ لا، منصور اللي عليه الدور. أي جملة؟ أيوة عندك جملة وجد بعدها شيء ثاني وقال عندها واو وربطهم ببعض بالواو. يعني كلمتين فيهم واو ولا بس كلمة واحدة؟ والله عندي جملة. أعطيني مثال يا منصور. ويغطيني بالتراب. أيوة ويغطيني بالتراب. ويسقيني بالماء. خلاص كده؟ ما يغطيني بس كفايه هنا. هذا اسمه حرف عطف. ويغطيني ويرويني ويسقيني ويعلمني. فهمنا؟ هذا اسمه ايه؟ حرف العطف الواو. وممكن ثم وممكن فاء ولا ايه؟ ياتي منصور ثم عبد الاله ثم محمد ثم عيسى هكذا. طيب جمله تحوي حرف العطف
ثم اللي عليه الدور أسامة النهدي. نعم. ريدوا ثم جملة بها حرف عطف ثم. ثم يأخذني. ثم يأخذني. يأخذها. أو يأخذها. يأخذها الخباز. يأخذها الخباز. يبقى هنا ثم. يبقى ثم يعني شيء ورا شيء. ده اسمه العطف. ثم يرويني. ثم يبقى. لا أنت حطيت بالمد الياء. أنت حطيت المكان مد الياء. أستاذ أنت حطيت مد الألف مكان مد الياء. مد الألف إيه؟ إيش اسمه؟ أنت حطيت المكان غلط. أنا بقول جملة تحوي حرف العطف ثم يا يا أسام. أهي شايفها؟ إيه. طيب أنا بقول ثم يأخذها. هذه العبارة التي قلتها أنت. طيب كمل. لا المنسوخ. استخدم اكتب العدد المناسب. اكتب العدد. استاذ حرف الفاء ما حليناه. في حرف فاء هنا. اللي بالنص ما حلينا. اللي في النص ما حليناش. محمد الشهران. نعم. قل يا محمد حرف عطف فاء. يسقيني بالماء فتنمو جذوري. فتنمو. فتنمو جذوري. بارك الله فيك. يبقى هنا اسم حرف عطف شيء يأتي وراء شيء. ممكن أعطف بالفاء أو بالواو أو بثم. جزاك الله خير. نذهب إلى المثال التالي. هنا عندي كلمات. أستاذ في كلمة بالشاشة. أيوة شلتها خلاص. عندي واحدة واحدة سبع. واحدة واحدة وسبع. أستاذ أنت كانت في صفراء. أكتب صفراء بالشاشة. مسحتها. مسحتها خلاص. أنا حبة قمح لعبد العزيز. يا عبد العزيز. نعم أستاذ. قولي أنا حبة قمح ماذا؟ اختار إجابة من. اختار من اللي عندك. يا عبد العزيز. يا عبد العزيز عندك ثلاث كلمات اختار منهم واحد. سنتين. نعم. الإجابة الأسئلة أمامك يا عبد العزيز أهي. أهي. شايف دي؟ شايف الكلام ده؟ إيه. اختار منهم حاجة. سبع. أنا حبة قمح سبع. طيب يا عبد العزيز. جزاك الله خير يا عبد العزيز. ينفع أقول أنا حبة قمح سبع يا عبد العزيز؟ حرام عليك يا راجل. لا. أحمد. لا مشتاق. أنا حبة قمح. اختار إجابة. واحدة. واحدة يا عبد العزيز. واحدة فقط يا عبد العزيز. طيب سنت يا أحمد. عيسى. واحدة. وليس أكون واحدة. عبد الله. عدد سنابلي. نعم. عدد سنابلي سنابل كم؟ سبعة. سبعة. سبع سنابل. أنا حبة قمح واحدة، لي ساق واحدة، عدد سنابلي سبع سنابل. أنا أنظر إلى الكلمات التي توجد أعلى واستخدمها في مكانها الصحيح. هنا سنحول باستخدام ثم. سعد. يا سعد. نعم سعد. نريد أن ندخل ثم بين الجملتين التي هنا عندي. بيقول لي يزرع الفلاح البذور ثم يحصد حبات قمح ذهبية. رقم واحد واثنين
خليتهم كده يزرع الفلاح البذور ثم يحصد حبات قمح ذهبي. الآن سنحذف الأرقام هذه، سنلغي الأرقام ونريد أن نربطها بسمة. أريد أن تربط لي الجملة الأولى أسعد. يترك الفلاح حبة القمح تحت أشعة الشمس ليرتف. ايوه دخل بقى سم. ثم يحمل ايوه الفلاح حبات القمح الى المطحنة لتطحن. ايوه ثم كان يصنع الخباز العجينة ويدخل الفرن ليصبح خبزا، ليصير خبز. احسنت يا سعد، انت كده مصحصح المرة دي يا سعد، ممتاز. يبقى هنحط سمة وسمة ونشيل الارقام، تمام. هنا ايضا تكتبها تحت او تكتبها جنب مكان الارقام اللي ريحكم. الان هنستعين بهذه الصور ايضا. هنا ثم اداه العطف او حرف العطف. اول شيء يقطع الحطاب الاشجار بالمنشار، يحملها في شاحنه كبيره، ويصنع النجار من اخشابها اثاثا منزليا يعرضها في المتجر للبيع. أربع صور عندي، نضع كلماتهم هنا، صغرها عشان نشوف. أول شيء إيه؟ نأتي بالجملة الأولى، هي يقطع الحطاب إيه؟ الأشجار المنشار. أول جملة دي. طيب محمد العوفي قول لي الجملة الثانية. ثم إيه؟ ثم يحملها في الشاحنة كبيرة. في شاحنة كبيرة، أحسنت يا محمد، رائع. ثم يحملها في شاحنة كبيرة، جزاك الله خيرا. خالد القرعاوي يقول لي ثم. هاي استاذ لعلاء الدور، ثم ايه؟ ثم يأتون يأخذون الخشب. احنا مش بنتكلم كده يا خالد، اقرا العبارة اللي عليها الدور. العبارة ايوه اللي عليها الدور، رقم السورة الثالثة دي اسمها ايه؟ يصنع ويصنع 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 النجار ويصنع النجار من أيوة الخشب من أخشابها. لا هاد يا خالد، أساسا منزليا. بارك الله فيك. خلاص آخر حاجة أسامة الصانع، اقرا لي العبارة الأخيرة. نعم العبارة الأخيرة خالص. ثم العبارة اللي عليها الدور ايه؟ ثم ايوه ريدوها يعرضها ايوه في المتجر. ممتاز. لا لل
للبيع. للبيع، جزاك الله خير يا أسامة، أحسن. يعرضها في المتجر للبيع. هكذا ربطنا الجمل باستخدام ثم، هكذا ربطنا الجمل باستخدام ثم، فهي من أدوات العطف. العطف يعني كلام يأتي خلف بعضه. أقول جاء عيسى ثم جاء محمد. ما كملت ثم... نعم ما كملت اللي فوق. ما كمل إيه الآن يعني الفيديو. الفيديو هذا يا عيسى أنا بعدت الفيديو محلول موجود على المجموعة، خذ الفيديو وافتحه وتلاقي الحل موجود عشان ما نضيعش وقت. الآن يا أبطال انتهينا من هذا الدرس. في معلومات عن الطائف والإحساء وأبها وجيزان وتبوك، الفواكه اللي فيها أرسلتها على الفيديو، كلها فيها فواكه، طماطم، مشمش، خوخ، عنب، بطاطس، ثوم، بصل، كل هذه الأشياء تكتبها في الكتاب عندك. من الذي يتحدث؟ أنا عيسى. تفضل يا عيسى، عاوز إيه؟ بكرة بناخذ نشوت جديدة. الآن ناخذ استراتيجية جديدة.